بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. نتكلم عن شيء من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. 凭博慈恒慈的安拉之尊名，愿安拉赐福安于我们的先知穆罕默德，圣拉瓦斯拉姆。今天我们学习关于先知的生平。لماذا ندرس السيرة؟ 为什么我们要学习先知的生平呢 ？قبل هذا لابد من وجوب محبة النبي صلى الله عليه وسلم وتقديم محبة النبي صلى الله عليه وسلم على محبة كل مخلوق، ولا يمكن أن تكون محبة النبي صلى الله عليه وسلم مساوية لمحبة الله. 首先，我们要知道，我们每个穆斯林必须要爱先知，爱先知超过爱其他的人。当我穆斯林最爱安拉，在被造物当中啊，最爱使者先知。من كان ليس في قلبه شيء من محبة النبي صلى الله عليه وسلم هذا كافر كفر أكبر. 如果一个人心中没有对先知的爱，那么他毫无疑问是一个非信士。وكيف نحب إذا لم نعرف سيرة النبي صلى الله عليه وسلم؟ لابد نتعلم السيرة. 我们怎么能不学习先知的生平呢？作为穆斯林，必须要学，当然必须要学习先知的生平。وكان السلف الصالح يلقن الأولاد سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. 先贤们都对他们的孩子啊教授先知的生平。بعض الناس يقول كيف أحب النبي صلى الله عليه وسلم وقد مات؟ 有些人说我们怎么爱先知呢？先知已经归真了。تكون محبة النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته بمحبة السنة. 我们可以在先知归真之后，通过爱先知的圣行来爱先知。يتعلم السنة. 我们学习圣行。يعمل بها. 我们遵圣行。يدعو إليها. 我们做圣行的祈祷。يدافع عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. 我们维护圣行。الله سبحانه وتعالى قال إن شانئك أي مبغضك أي مبغض النبي صلى الله عليه وسلم. 阿拉奥塔拉在古兰经当中也提醒到，对于那些不爱圣行、不爱圣人的人。هو الأبتر المقطوع له عضو. 那都是不爱圣行的人，都是كفر的行为。يعني المقطوع له عضو قطعت اليد وانقطعت الرجل. فالمحب للنبي صلى الله عليه وسلم يبقى له الذكر إلى يوم القيامة ومبغض النبي صلى الله عليه وسلم ينقطع ذكره بل قد يذكر بالسوء. 作为一个信士，他们对于圣行的、对于使者圣人的爱啊，一直到到复生日，到يوم القيامة，他们一直作为信士都会爱圣行。مثلا الإمام الشافعي الإمام أبو حنيفة رحمه الله الجميع هؤلاء الأئمة أحب النبي صلى الله عليه وسلم بقي ذكرهم إلى يوم القيامة. 作为以前的教长们，包括阿布哈尼夫、沙菲尔以及所有的教长们，他们都是最爱使者。那هذا النبي عليه الصلاة والسلام هو محمد بن عبد الله نسبه. 使者的家谱，也就是使者的名字使者的父亲是阿卜杜拉。ابن عبد المطلب父亲的父亲在上面就是 عبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وسلم 是使者的爷爷 ابن هاشم 是哈什姆的后代 وهاشم من قريش 哈什姆是古莱士人 وقريش هم عرب 古莱士人是阿拉伯人 والعرب من ذرية إسماعيل عليه الصلاة والسلام 是伊斯玛仪的愿拉斯达平安的后代 ابن إبراهيم عليه الصلاة والسلام إسماعيل 是إبراهيم 的后代 وإبراهيم عليه الصلاة والسلام ينتسب إلى نوح ونوح عليه الصلاة والسلام ينتسب إلى آدم إبراهيم 的先辈是نوح 的先辈一直到 آدم نعم ولد النبي صلى الله عليه وسلم في عام الفيل 使者出生于象年 هذا العام هو العام الذي أراد جيش من اليمن هدم الكعبة وأخذوا معهم الفيل حتى يخيفوا الناس. 这一年正是也门的军队想捣毁卡尔拜的那一年。وأرسل الله سبحانه وتعالى عليهم أسراب من الطير ترميهم بحجارة وهلكوا. 他们的军队的坐骑是大象，阿拉派遣鸟队摧毁了他们。قدر الله سبحانه وتعالى في هذا العام حصول هذه الحادثة حادثة الفيل حتى العالم والكرة الأرضية تلتفت
إلى أن مكة يوجد بها بيت الله وهذا يحميه الله سبحانه وتعالى. 在这一年使者出生的这一年，安拉奥特拉定都这一事件，以便使世人关注麦加的卡尔本。 يعني هذه مقدمات لبعثة النبي صلى الله عليه وسلم. 这是使者被派遣之前的一些事件. مات أبوه قبل أن يولد. 使者的父亲在使者出生之前. والنبي صلى الله عليه وسلم يعني والداه كانوا على نكاح صحيح عقد نكاح صحيح. 使者的父母曾经在这个父亲在使者出生之前归真. عادة العرب عند الولادة أنهم يأخذوا الأولاد ويجعلهم يرضعون خارج مكة لأن مكة يأتيها الحجاج والمعتمرين ويكون فيها شيء من الأمراض والأوبئة. 这个阿拉伯人有一个习惯，就是在孩子出生之后，为了避免孩子遭受一些传染的疾病等等，把孩子放到这个非常洁净的偏远的地区。 مرضعة النبي صلى الله عليه وسلم هي حليمة السعد بن بني سعد. 这个塞尔的家族当中的一个哈利姆作为先知的这个乳母 فأخذت النبي صلى الله عليه وسلم حتى يرضع في خارج مكة 他把先知带到麦加这个外面的地方来进行哺乳 ورأت أن الله سبحانه وتعالى وضع البركة مع النبي صلى الله عليه وسلم 他发现 先知在小的时候就有很多急性的事情 وضع الله لها البركة في الحمار الأتان الذي كانت تركب عليه يعني أنثى الحمار الحمار نعم 包括一些牲畜，他这个所用的一些牲畜，像驴子，都显示了一些这个急性的现象 ودر الحليب من صدرها 奶水非常充足 حتى في الأغنام كان يأتيها الخير منهم 直到羊也在羊群也有这个吉祥的现象 نعم ثم أرضعت النبي صلى الله عليه وسلم ثم أرجعته إلى أمه 这个哺乳先知几年然后把先知带到了他的母亲那里 لأن خافت عليه لأن جبريل عليه السلام جاء وشق صدر النبي صلى الله عليه وسلم وأخرج قلب النبي صلى الله عليه وسلم وغسلوا في إناء من ذهب بماء زمزم حتى لا يبقى للشيطان حظا من النبي صلى الله عليه وسلم 发生了这个开胸的事件，吉布瑞的天使把先知的胸打开，把心用金盆里的zamzam水，zamzam的水清洗 以至于没有恶魔的任何份额 وشب النبي صلى الله عليه وسلم ليس كبقية الأولاد 使者的成长并不像其他的孩子的成长过程 لم يسجد لصنم 他从来没有崇拜过偶像 لم يصنع شيئا من الشركيات 从来没做过举办安拉的事情 نعم وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعرف في قومه بأمور كثيرة 在使者从小到在青年时期，人们都了解到他还有很多好的品格 الصدق 他的诚实 والأمانة 他的忠诚 حسن الخلق 他的美好的品格 إعانة الخلق 帮助别人 أداء الحقوق للوالدين للجيران للأقارب 孝敬这个亲属，这个尊重亲属，连续近亲 يعين على كل خير 他做所有的善功 ولا تعاون على الشر 他从不做所有的恶行 عندما ولد النبي صلى الله عليه وسلم وأبوه قد مات قبل أن يولد كان في كفالة جده عبد المطلب 当使者出生的时候 他的父亲已经出生之前已经归真，他的爷爷收养了他。 أحب النبي صلى الله عليه وسلم حبا شديدا 他非常爱先知 ثم بعد هذا مات الجد 后来他的爷爷归真了 فانتقل إلى كفالة عمه أبو طالب 然后他的叔叔أبو طالب收养了他 وأحب النبي صلى الله عليه وسلم بل كان يدافع عنه حتى وهو على الكفر
يعني أبو طالب على الكفر يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم لأنه يعلم حقا أنه رسول الله. أبو طالب 非常喜爱先知，虽然他自己并没有归信，但是他仍然一直在保护维护先知。نعم تزوج النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن 25 سنة بخديجة رضي الله عنها. 先知在25岁的时候娶了哈迪姐。لم يتزوج عليها بل ولم يتسرع عليها رضي الله عنها. 先知在25岁娶了哈迪姐。نعم وكانت تفرغ النبي صلى الله عليه وسلم لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذهب إلى غار حراء يتحنث فيه يتعبد النبي صلى الله عليه وسلم ويتفكر في مخلوقات الله يعبد الله على ملة ودين إبراهيم عليه الصلاة والسلام. 后来先知经常去哈兰洞去思考也思考伊布拉希姆的宗教。أولاد النبي صلى الله عليه وسلم كلهم من خديجة رضي الله عنها. 这个先知的孩子哈迪姐给先知生了几个孩子。إلا ابن النبي صلى الله عليه وسلم يسمى إبراهيم هذا من ماريا وبقية الأولاد كلهم من خديجة رضي الله عنها. 先知的孩子们当中，只出是有一个叫伊布拉希姆的，不是哈迪姐所生，其他都是哈迪姐生的。القاسم أولاد النبي صلى الله عليه وسلم. قاسم 是先知的。وبه كان يكنى يقال للنبي صلى الله عليه وسلم أبو القاسم. 先知有这个被称作一个名字叫阿布尔卡辛，因为先知有一个大儿子的名字曾经叫卡辛。我伊布拉欣的可能伊布拉欣我们刚才说过是哈迪姐以外的妻子。那我阿布杜拉和我大爷我大爷还有叫阿布杜拉的一个他是美好的 清洁的。我法对吗还有女儿叫法对吗我 Zainab 还有女儿叫 Zainab 我 Ruqayya 还有女儿叫 Ruqayya 我 Umm Kulthum 还有女儿叫 Umm Kulthum 7六个 3 ذكور 3 个男孩 4 إناث 4个女孩 مات كل أولاد النبي صلى الله عليه وسلم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم 所有的孩子在先知活着的时候都归真了 إلا فاطمة رضي الله عنها ماتت بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم بستة أشهر只出是法对们在使者归真之后六个月归真了。جاءه الوحي وهو يتحنث يتعبد الله سبحانه وتعالى في غار حراء. جاءه جبريل عليه السلام. 使者曾经在哈兰洞当中接受了启示，来吉布利的天使来到了他。فقال له اقرأ. 吉布利天使对他说：“你读。” قال ما أنا بقارئ. لم يتعلم النبي صلى الله عليه وسلم القراءة والكتابة. 先知说：“我读不了。”因为先知没有学过如何诵读。ثم قال له الثاني اقرأ. 然后第二次对他说：“你读。” قال ما أنا بقارئ. 先知又说：“我读不了。” ثم قال له الثالثة اقرأ. 然后第三次又说：“你读。” قال ما أنا بقارئ. 先知又说：“我读不了。” ثم نزلت الخمس الآيات الأولى من سورة العلق اقرأ باسم ربك الذي خلق. 然后降世了古兰经的五个章五节经文。是胚胎苏拉图阿拉克胚胎章的前五节。وبهذا كان نبيا عليه الصلاة والسلام. 当初先知。ثم ذهب عليه الصلاة والسلام خائفا من هذا الذي حدث إلى خديجة رضي الله عنها. 然后先知约翰拉斯塔夫安非常害怕回到了哈迪姐那里。فبشرت وثبتت وقال أبشر فوالله لا يخزيك الله أبدا يعني مثل النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يضيع الله سبحانه وتعالى. 然后哈迪姐安慰使者说：“你不要担心安拉乌塔拉不会这个使你受伤害。”ثم أخذته إلى ابن عمها ورقة بن نوفل رضي الله عنه. 然后他来到了这个他的叔叔的孩子叫 ابن نوفل 那里。فعرف أن هذا الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم هو جبريل عليه السلام. 他知道。来到先知那里的 那一位是吉布雷的天使。نعم وكان من الأمور التي أرادها الله سبحانه وتعالى أن ورقة رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم أنه سيؤذى من قومه. ورقة 他知道因为 他有知识他知道使者约翰拉斯塔夫安将要受到民族人的侵害。أول من آمن
من النساء خديجة. 最先归信的啊女子是哈迪加。وعلي رضي الله عنه بن أبي طالب من الصغار. 小孩当中最先归信的是阿里。ومن الرجال أول من آمن بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم ورقة بن نوفل رضي الله عنه. 成人当中最先归信的就是瓦拉嘎本诺夫。نوفل. نوفل. وأول من آمن برسالة النبي صلى الله عليه وسلم من الرجال أبو بكر الصديق رضي الله عنه. 之后最先归信使者的成人是أبو بكر. نعم. بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بالدعوة إلى الله عندما أنزل عليه يا أيها المدثر فكان رسولا عليه الصلاة والسلام. 后来安拉降示经典يا أيها المدثر之后使者被受命传达启示。وقت هذا بدأ الحرب والعداوة من قومه. 这样就产生了这个征战以及这个产生了征战在使者和古莱士من أقرب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم. 以至于发生在使者最亲近的人之间。نعم. أبو جهل وأبو لهب. 出现了。أبو جهل و أبو لهب نعم حاصروا النبي صلى الله عليه وسلم منعوا عن النبي صلى الله عليه وسلم الطعام والشراب حوصر ثلاث سنين في مكة 他们曾经在麦加围困使者三年نعم 集体家属قالوا عنه كذاب 他们曾经这个辱骂使者说使者是骗子 وساحر 说使者是邪术师كيف يكون كذاب وهم يقول عنه الصادق الأمين؟ 他们都曾经说使者是最诚实的、最忠心的人。وما كان ليدع الكذب عن الناس ويكذب على الله سبحانه وتعالى. 一个人从不欺骗人的人，他怎么会这个在安拉说安拉的时候他有所欺骗呢 ？وكيف يكون ساحر وهو لا يعرف السحر أصلاً؟ 他怎么能够施邪术呢？他根本就不懂得什么是，没有学过什么邪术。بل يحارب السحرة他一直在敌对邪术的行为。نعم. أيضا يعني قاموا بتعذيب الصحابة الذين آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم. 一些圣门弟子们追随了使者。ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم المستضعفين في مكة أن يهاجروا إلى الحبشة لأن فيها ملك يعني لا يظلم الناس. 在古莱士人的迫害之下。先知约拉斯大夫安派遣一些圣门弟子迁徙到哈布什。وكانت الهجرة إلى الحبشة الهجرة الأولى ثم الهجرة الثانية. 去迁徙哈布什一共有两次，第一次和第二次。بقي النبي صلى الله عليه وسلم هو بعض الصحابة في مكة. 使者和一部分撒哈巴圣门弟子在麦加。يدعو إلى الله. 向安拉祈祷。الدعوة إلى الله في مكة تنقسم إلى قسمين. 使者约拉斯大夫安在麦加的宣教分为两个 دعوة سرية ودعوة جهرية 秘密的宣教以及公开的宣教 الدعوة السرية كانت في بيت الأرقم ابن أبي الأرقم 这个秘密的宣教قرب الصفا قريبة من جبل الصفا 在沙法山附近秘密的宣教曾经在阿尔甘的家里进行秘密宣教 ثم بعد هذا بدأت الدعوة الجهرية 之后又公开宣教وزاد الاضطهاد والتعذيب. 非信士们古莱士人们，他们对先知进行了更加严酷的迫害。بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يعرض نفسه على القبائل التي تأتي إلى الحج. 使者会见了那些各个来朝觐的各个民族。خرج إلى الطائف يعني أراد أن ينصر أهل الطائف.使者向各个民族去宣教，后来又去了塔伊夫去宣教。فلم يجيبوا. 他们都塔伊夫的人没有回信。بل أرسلوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم الصغار والسفهاء يضربون النبي صلى الله عليه وسلم ويرمونه. 并且塔伊夫的人派遣了一些这个地痞流氓，还有孩子们不懂事的孩子们去投掷使者。伤害使者。أخذ يعرض نفسه على القبائل التي تأتي إلى الحج حتى التقى بأناس من أهل المدينة. 那些有每年这麦加每年都有一些各个部落的人来到。فأسلموا
وبايع النبي صلى الله عليه وسلم على أن ينصروه. 后来又麦地那的一些人，他们来到麦加会见了使者，他们归信了。وبعد هذا بدأ الصحابة يهاجروا من مكة إلى المدينة. 当麦地那的一些人归信回去之后，一些圣门弟子们开始去麦地那。ثم بعد هذا أذن للنبي صلى الله عليه وسلم أن يهاجر إلى المدينة. 后来安拉允许使者约拉斯大夫安迁徙麦地那。هاجر هو أبو بكر.阿布巴克和他一起迁徙，رضي الله عنه. 安拉喜悦他。نعم. وأبقى علي رضي الله عنه في بيته في فراشه حتى يرجع الأمانات التي كانت لديه لقريش. يعني هم يحاربون النبي صلى الله عليه وسلم وهو مؤتمن على أموالهم. 他们当初古莱士人虽然非常敌对使者。但是他们知道使者约拉斯大夫安是最这个忠诚的人，他们经常把一些财产放在使者那里。قبل الهجرة بثلاث سنين أسرى بالنبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى بيت المقدس. 使者还在这个迁徙之前三年ثلاث سنين. قبل الهجرة بثلاث سنين. 在迁徙之前三年曾经有夜行到远寺，صلى في المسجد الأقصى، 在远寺礼拜 ，ثم عرج به إلى السماء السابعة، 然后升天到第七层天 ，لم ير الله سبحانه وتعالى، 他没有看到安拉 ，ولكن تكلم مع الله، 但是他与安拉交谈了 ，فرض الله سبحانه وتعالى عليه الصلوات المفروضة الخمس، 安拉规定了五番拜功。ثم عندما نزل إلى رجع إلى مكة كم صلاة خمس صلوات ويدين لو فان بايكم نعم تخفيفا وإلا هي فرضت أولا 50 صلاة ثم خففت إلى 5 صلوات 最初规定了五十番拜功，后来又安拉减轻负担，只规定了五番拜功。نصلي الآن 5 صلوات في العدد لكنها في الأجر 50 صلاة إلى ما شاء الله。我们虽然离五番拜功，但是我们的回赐是安拉要给予五十番拜功的回赐。哈吉尔阿里斯拉图斯拉姆，他被他古莱什，他被他拉亚克就哈吉尔。这个使者要迁徙，麦地那曾经古莱士人要阻止。أول ما وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة بنى المسجد.بنى أولا مسجد قباء وهو أول مسجد بني في الإسلام مسجد قباء. 使者迁徙到约拉斯大夫安，迁徙到麦地那，首先建立的清真寺，建立清真寺就是古巴清真寺。وبعد هذا بنى المسجد النبوي في المكان الذي فيه. 然后又建立了圣寺。وهذا في أن النبي صلى الله عليه وسلم ما أراد الدنيا لأنه لو أراد الدنيا كان بنى أول ما يكون بيت الله. نعم. 先知是追求安拉的喜悦是不是想这个追求今世的福利？ بعد بناء المسجد مسجد قباء والمسجد النبوي بنى النبي صلى الله عليه وسلم حجرتين صغيرة حجرة لعائشة وحجرة لسودة رضي الله عنهما أمهات المؤمنين زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. 使者在建立清真寺之后，才为两个妻子。建立了两个很小的房子。لأن خديجة رضي الله عنها عندما ماتت تركت للنبي صلى الله عليه وسلم الأولاد على ما ذكرنا فتزوج سودة وهي كبيرة في العمر حتى تقوم برعاية هؤلاء الأولاد. 使者在哈蒂姐归真之后娶了扫德，以便来这个照看自己的孩子们。هذه الحجرات التي كانت بجانب المسجد لم تتغير لم تتوسع منذ أن بناها النبي صلى الله عليه وسلم هي في قرابة مترين في مترين فقط. 重复一下，就是刚才先知建了两个房子，一个是为妻子，还有为自己的孩子们。نعم في المدينة أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالأذان. 使者命令念阿丹。والجهاد.而且命令أمر بالمعروف والنهي عن المنكر 命人行善指人作 غير هذا بقية شرائع الدين 以及其他
这个教们所规定的。اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم أربع مرات. 一共四次。وكل هذه العمر كانت في شهر ذو القعدة. 这一直使者在麦地那宣传安拉的宗教。حج حج واحدة تسمى حجة الوداع في السنة العاشرة من الهجرة. 使者迁徙还不使者。朝觐被称为辞朝，在第十年迁徙之后十年。نعم، الغزوات أهم الغزوات التي غزاها النبي صلى الله عليه وسلم هي سبعة. 最重要的圣战使者参有七次圣战。بدر، 拜登战役。وأحد، 呼尔的战役。والخندق، 恨德格战役。سمى الأحزاب أيضا، 也叫同盟军战役。وتبوك، 海布克战役。وخيبر، 黑布的战役。وفتح مكة。解放麦加和حنين还有حنين هذه أهم الغزوات 这是最重要的几场战役نعم أيضا يعني الله سبحانه وتعالى أكمل هذا الدين 安拉全美了这个宗教 فلا يستطيع أحد أن يضيف هذا الدين شيئا من البدع 任何人不应当在这个宗教中心生异端 فعندما أدى النبي صلى الله عليه وسلم الأمانة ونصح الأمة وبلغ وجهاده في الله حق جهاده 安拉乌塔拉的使者已经传达了安拉的启示。قبض النبي صلى الله عليه وسلم مات عليه الصلاة والسلام في المدينة ودفن في حجرة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. 使者在地归真了，在被埋葬在这个爱舍的曾经的和爱舍在一起。حذر النبي صلى الله عليه وسلم منذ أن بعث إلى أن توفاه الله بل وهو في رأس الموت حذر من الشرك. 使者警告嘱托世人要摆脱举办。ومن الاختلاف 不要有分裂。بعث إلى الناس كافة بل إلى الثقلين الجن والإنس 使者被约翰拉斯达夫安被派遣给全人类和所有的精灵。فكل من بلغته دعوة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يؤمن به فهو كافر كفرا أكبر كائنا من كان يهودي أو نصراني أو مجوسي 任何人当这个其实伊斯兰传达到他他如果没有去归信那都是非信士宣传塔黑的信仰警告人们不要举办我们祈求安拉赐命我们能够在后世和我们的使者先知穆罕默德萨拉姆萨拉姆在后世的菲尔道斯天堂的最高的乐园当中会见祈求安拉赐命我们愿安拉赐福安于我们的先知穆罕默德萨拉姆萨拉姆